السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في هذه السلسلة الوثائقية للتعريف بنباتات المغرب. من قال إن الصحراء لا توجد فيها حياة؟ لا حياة برية ولا نباتات، إنه فصل الربيع. في هذه الحلقة سنتكلم عن نبتة أو شجرة غريبة هي رمز الصحراء، تنتشر في المناطق الصحراوية، حتى من اسمها غريب، إنه عشار باسق. إذا كنت من عشاق الحياة البرية والطبيعة والرحلات، مرحبا بك في هذه القناة، فهذا هو المكان. ادعمونا بلايك، لايك 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 لكي ينتشر الفيديو في اليوتيوب، ولا تنسى الاشتراك لكي يصلك دائما كل جديد. هذه هي نبتتنا، إنه عشار باسق، وهو نبات صحراوي ينتشر في الجزيرة العربية وفي غور الأردن وفي مصر، بما في ذلك سيناء وبعض أقطار المغرب الكبير، ليبيا، الجزائر والمغرب، وفي القرن الإفريقي في إيران والهند كذلك. وهو نبات معمر، وهو نبات سام، وهو نبات سام. قليل هي الحيوانات التي تتغذى على أوراقه، أحيانا قد تتغذى الأرانب البرية على أوراقه، لكن جزء بسيط، فهو لديه لبن سام حمضي، ولكنه يستعمل في الطب التقليدي. ولو كان سم لابد أن يكون فيه شفاء لبعض الأمراض. من لديه تجربة أو من يعرف أنه يداوي بعض الأمراض في الطب التقليدي يكتب لنا ذلك في التعليق. هذا النبات ارتفاعه يصل أحياناً إلى 5 أمتار، أحياناً إلى 5 أمتار. سأريكم نبتة ارتفاعه قد وصلت تقريباً إلى 3.5 أمتار، وهي ذات شكل قاعدي متفرع، جذعها مغطى بقلف إفليني، وعند خدش هذه النبتة تخرج سائل لازج أبيض كشكل الحليب. هذا الفلين الذي يغطي جذع هذا النبات، والله أعلم، هو من يقيه حرارة الصيف أو حرارة الصحراء، ومن يقاوم تلك الحرارة لكي لا تتبخر المياه في هذه النبتة. هذه هي أزهارها. هل ترون هذه الطبقة؟ طبقة الفلين. إنها طبقة هشة. هذه هي الطبقة التي تقيها درجة الحرارة، حرارة هذه الصحراء.
إنه يحتمل درجة الحرارة والجفاف، وهو رمز الصحراء، رمز الكتبان الرملية.